ينضم إلينا من عمان محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. بداية، يعني ما هي المعطيات وأيضا البيانات الاقتصادية التي من المتوقع أن تؤثر على أداء الدولار تحديدا مع بداية تعاملات هذا الشهر؟ صباح الخير. شهدنا العديد من البيانات الاقتصادية على مدى هذا الأسبوع، لكن ترتكز أنظار المستثمرين حاليا على بيانات الوظائف الأمريكية المنتظر صدورها يوم غد الجمعة. ومن المتوقع أن تظهر هذه البيانات استقرار معدل البطالة عند 3.5%، وهو أدنى مستوى للبطالة في الولايات المتحدة منذ فترة ما قبل جائحة كورونا. هذه البيانات تعتبر من البيانات المؤثرة بشكل عام في الدولار الأمريكي، لأنها بيانات تعطي المستثمرين المزيد من المعلومات حول توجهات الاحتياط الفيدرالي الشهر المقبل. لكن أيضا بالنسبة لهذا اليوم، نحن بانتظار عدة بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية تشمل طلبات البطالة الأسبوعية إلى جانب بعض البيانات الأخرى المتعلقة بالعمل. لكن كما أشرت، التركيز سوف يكون على بيانات الوظائف الأمريكية التي ستصدر يوم غد، والمتوقع لها أن تظهر بعض التباطؤ بالتوظيف، لكن استمرار التوظيف واستقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى له. نعم سركيس، هل هنالك أي تحديثات حول النسب المتوقعة لقرار الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة؟ هل النسبة الأعلى لا تزال نسبة 75 نقطة أساس، أم سنذهب إلى تقريبا 1%؟ حتى هذه اللحظة تشير الاحتمالات في أغلبها بحسب مجموعة CME إلى أن الفيدرال الأمريكي من المتوقع أن يرفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. معدل التضخم تراجع بعض الشيء في الولايات المتحدة بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، تراجع من حوالي 8.9 إلى 8.5% أو أعلى من 9% إلى 8.5%. وكذلك أيضا مؤشر الكور تي سي إي الذي يعتمده الفيدرالي لتحديد سياساته النقدية انخفض من 4.8% إلى 4.6%. كل هذا يعطي انطباع بأن الاحتياط الفيدرالي ربما سيكتفي ب 75 نقطة أساس، لكن لا يجب الاستهانة بهذا الرقم، حيث أن الدولار الأمريكي ارتفع الشهر الماضي بأكثر من 2%. مع هذه التوقعات، ومن المحتمل أيضا أن يبقى تأثير هذه التوقعات على الدولار الأمريكي، وخصوصا ونحن نرى بأن الاقتصاد الأمريكي حاليا يواجه معدلات تضخم مرتفعة، بل هي قياسية بالنسبة للقرن 21. بالتالي الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة على الأرجح ب 75 نقطة أساس، رغم أن بعض الحديث يدور عن 100 نقطة أساس، لكني أعتقد شخصيا بأن 75 نقطة أساس قد تكون مثالية بالنسبة لوضع الاقتصاد الأمريكي الراهن. نعم، ذلك يأخذنا الحديث مباشرة عن أداء اليورو، أيضا القرارات المتوقعة من المركزي الأوروبي. أحد أعضاء المركزي الأوروبي تحدث عن 75 نقطة أساس، وعلى أن يكون يعني القرارات من المركزي الأوروبي أكثر وضوحا خلال الفترة المقبلة. هل سيتأثر اليورو فعلا في ظل يعني الارتفاعات الحاصلة في الدولار ومؤشره؟ بالفعل شهدنا ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الثلاث جلسات الماضية قبل أن يعود هذا اليوم لقليل من الانخفاض. من المتوقع وبشكل كبير أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الخميس المقبل، بواقع 75 نقطة أساس. العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي بدأوا بالمطالبة بهذا الرفع بالفائدة بعدما ارتفعت معدلات التضخم في أوروبا لأعلى مستوى قياسي منذ بدأت منطقة اليورو. الأسعار للغذاء، الأسعار للسلع الأخرى، كلها ارتفعت بشكل عنيف، وهذا ما يجبر البنك المركزي الأوروبي حاليا للتدخل لإيقاف هذه الارتفاعات الهائلة بالتضخم والتي تنعكس على السلة الاستهلاكية. بالتالي بالنسبة لليورو ربما توقف نوعا ما اتجاهه الهابط، وربما أيضا سيحاول الارتفاع مع تزايد احتمالات رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس. نعم. لكن هنالك ظروف أخرى قد تؤثر باليورو وتبقي على الاتجاه الهابط الإجمالي، أهمها تأثر منطقة اليورو في تباطؤ اقتصادي حاد
قد يدفع منطقة اليورو للركود خلال الربع الرابع من هذه السنة. نعم سركيس، يعني برأيك في ظل هذه البيانات الاقتصادية وأيضا التفاوت في قرارات البنوك المركزية تحديدا الفيدرال الأمريكي المركزي الأوروبي، كيف تأثرت العملات المرتبطة بالسلع؟ يعني قراءتك للشهر الماضي وما هي التوقعات لهذا الشهر؟ الآن الدولار الأمريكي أثر وبشكل كبير في العملات المرتبطة بالسلع، خصوصا مع احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي. خفض صندوق النقد الدولي في آخر تحديثاته توقعات نمو الاقتصاد العالمي بأربع أعشار نقطة مئوية، وهذا بحد ذاته يعتبر خفض كبير للنمو الاقتصادي. عندما يضعف النمو الاقتصادي تنخفض بشكل عام أسعار السلع وتتأثر العملات المرتبطة بالسلع سلبا بذلك. ولا يجب أن ننسى أيضا بأن الدولار الأمريكي قوي جدا في الأسواق المالية، التدفقات النقدية تخرج من العديد من الدول وتتوجه للولايات المتحدة طلبا للإيداعات، طلبا للسندات، طلبا للملاذات الآمنة. بالتالي شهدنا بعض الانخفاض في الدولار الأسترالي، في الدولار النيوزيلندي، وكذلك انخفاض في الدولار الكندي، حيث أن الدولار الكندي تأثر وبشدة من انخفاض أسعار النفط، كما تأثر الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بتوقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي. أما بالنسبة لهذا الشهر أتوقع أيضا أن يبقى الحال على ما هو عليه، خصوصا لو بقي الدولار الأمريكي قوي، مع التذكير بأننا في الأسبوع القادم سننتظر قرار الاحتياطي الأسترالي بالنسبة لأسعار الفائدة، والذي من المتوقع فيه أن يرفع سعر الفائدة مرة أخرى للحد من معدلات التضخم التي أيضا تؤثر في أستراليا ورفعت أسعار السلة الاستهلاكية بشكل كبير. نعم، محلل أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا. We'll be right back.